تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط أكثر من 2 مليوني قرص عقاقير مخدرة وأدوية مغشوشة داخل عقار بالجيزة. نعم، وعلى جانب آخر نجحت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية في ضبط مطبعة بالقاهرة لطباعتها كتب بدون إذن من أصحاب الحقوق المادية والأدبية. نتابع. بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام وبمشاركة مديرياتي أمن القاهرة والجيزة وقوات الأمن المركزي والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط أكثر من 2 مليوني قرص وعبوة عقاقير مخدرة وأدوية مغشوشة داخل عقار بالجيزة ومطبعة بالقاهرة. وتقدر قيمتها ب 12 مليون جنيه، حيث يقوم تشكيل عصابي بتصنيع وترويج تلك الأدوية المغشوشة والعقاقير المخدرة داخل العقار الذي تم تجهيزه بالماكينات والمعدات اللازمة لخلط وتصنيع تلك الأدوية والعقاقير المخدرة. وتمكنت الإدارة من ضبط عناصر التشكيل وبحوزتهم تلك المضبوطات. في ضوء ما تبذله أجهزة وزارة الداخلية من جهود للتصدي لجرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية واستهداف وضبط مرتكبيها، تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية من ضبط أكثر من 25500 نسخة كتاب دراسي عربي وأجنبي وأغلفة كتب داخل مطبعة بالقاهرة. جميع المضبوطات بدون تفويض بالطباعة من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وبدون تصريح من الجهات المعنية، ما يعد مخالفا لحقوق الملكية الفكرية وحق المؤلف. استمرارا للجهود التي تبذلها الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات لحماية البيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية، إضافة للتصدي لجرائم غش السلع بكافة أنواعها ومستلزمات الإنتاج الزراعي والداجني، أسفرت الحملات التفتيشية المكبرة التي تشنها الإدارة في هذا الإطار عن ضبط 360 طن أعلاف وأسمدة زراعية داخل مصنع ومخزن بدون ترخيص، كما تمكنت من ضبط أكثر من 170 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأربعة مصانع ومخزن بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن كفر الشيخ، وتمكنت من ضبط 3 أطنان مخلفات خاطرة بمحرقة مستشفى بكفر الشيخ لتخزينها وتداولها بطريقة غير آمنة بالمخالفة لقانون البيئة. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.